وهزيمه مستحقه لنادي الزمالك. مبروك للجماهير النادي الاهلي العظيمه اللي كانت موجوده في استاد القاهره النهارده. دي دايما عاده جمهور النادي الاهلي في دايما في كل المباريات ورا لاعبتها ورا جهازها الفني ورا ناديها. مبروك لكل جماهير النادي الاهلي اللي في كل مكان اللي كانت متابعه ودايما بتدعي الفريق النادي الاهلي. مبروك للجهاز الفني. مبروك لكولر. مبروك للاعيبه النادي الاهلي النهارده رغم النقص العددي الكبير عند النادي الاهلي، لكن بنقول الحمد لله دايما النادي الاهلي. المقوله العظيمه اللي بنقولها وبيرسخها وبيأكدها كل اللعيبه الموجوده، الاهلي بمن حضر. تخيل النهارده احنا كنا بنعد قبل الاستوديو التحليلي كم اللعيبه اللي كانت غايبه النهارده عن المباراه، لكن النادي الاهلي كان ليه الافضليه، كان ليه السياده في المباراه حتى في الشوط الاول، وكانت المباراه ما كانتش افضل شيء. النادي الاهلي كان ليه فرص هو الاخطر. الشوط الثاني النادي الاهلي قدر يترجم السيطره بتاعته لاهداف. بنحيي كولر على الاداء الرائع، مذاكر نادي الزمالك كويس جدا. التشكيل بتاعه في ظل الغيابات النهارده واقعي. تغييراته النهارده اكتر من ممتازه. بنبارك للكابتن محمود الخطيب، وهو ده ربنا، ربنا اسمه العدل. صحيح. حتى لو النادي الاهلي النهارده كان سيء، لكن الامور اللي خارج كره القدم ربنا اسمه العدل. ما ينفعش النهارده واحد كل يوم بيطلع على الهوا، مفتوح له الهوا، يطلع كل يوم يسب الناس ويشتم الناس والامهات وابشع الالفاظ، وربنا ينصره. استحاله. صحيح. دي تبقى فتنه في الارض. علشان كده انا بقول النهارده ده قبل ما تكون مباراه كره قدم، ده عدل ربنا، ربنا اسمه العدل. صحيح. ربنا اسمه العدل. حتى لو النادي الاهلي النهارده كان وحش، انا بقول لك عندي يقين في الله سبحانه وتعالى ان ربنا هيوصل الاهلي. وحش. ده انا بقول لك حتى بيقول لك لو حتى لو كان وحش، لكن النادي الاهلي النهارده كان ان ربنا اسمه العدل. ما ينفعش هوا مفتوح لواحد هو وشله معاه كل يوم شتيمه في الناس، ابشع الالفاظ، مفيش مجلس اعلى الاعلام بيتحرك، مفيش حد بيقول عيب في دوله كبيره زي مصر. واحنا النهارده علشان كده انا بقول مباراه النهارده دي مباراه خارج التقييم وخارج الامور الفنيه. بس النهارده عندك تطعنيش لو سمعت يا كابتن. اتفضل يا كابتن. النهارده واحنا بنلعب مباراه كره قدم عندك مجلس اداره، ناس بتشتغل عايزه تعرف نواقصها. النهارده شوف التدعيمات اللي تمت في يناير. خالد عبد الفتاح اساسي النهارده واحد من نجوم المباراه، مش من نجوم النادي الاهلي، ده مكسب كبير لمنتخب مصر. شوف النهارده مروان عطيه حاجه هايله، مكسب لمنتخب مصر. النهارده شوف محمود كهربا، مكسب لمنتخب مصر. ما بتكلمش على النادي الاهلي بس. النهارده عندك ناس مشغله او شغاله تركيز مع فرقتها، عايز اعرف نواقصي، عايز دايما اعرف اخطائي فين عشان اشتغل عليها، مش مستني الكلام السحر والكلام اللي بيتردد. بيطلع شخص كل يوم اصل الخطيب عامل سحر، ده اللي بيطلع يقول الكلام ده، ده مكانه مستشفى المجانين في العباسيه. طب بقول لك ايه، استحاله. ده انسان دخيل على كره تيجي القدم. تيجي نروح نعيش اجواء الفرحه في بنيه مصر وبعدين نرجع تاني. انا كابتن بتستنى. هو ده يا كابتن ايمن، يا كابتن ده عدل ربنا. النهارده والله العظيم توفيق ربنا سبحانه وتعالى في البدايه للنادي الاهلي، وانا كنت بقول ان النادي الاهلي يبقى فيه مجموعات في دوري افريقيا، النادي الاهلي يبقى بطل للسوبر، النادي الاهلي يكون في كاس العالم الانديه، النادي الاهلي متصدر للدوري، ده كله ربنا سبحانه وتعالى. صحيح. وبعد كده ناس بتشتغل. صحيح. ناس ما بتطلعش ترد. عمر النادي الاهلي ما كان سباب ولا النادي الاهلي شتام زي ما احنا بنشوف النهارده في قناه النادي الاهلي. ليه دايما الناس بتتفرج؟ ليه دايما الناس بتتابع؟ ليه النادي الاهلي عمره في قناته ما في برنامج او مذيع توقف؟ عشان النادي الاهلي بيخاطب الناس. اتمنى الناس المسؤوله في الاعلام، انا طلعت بره الموضوع، لكن لازم يبقى في ربط بالمواضيع. ان ربنا، انا قبل ما اقول لك ربنا اسمه العدل. صحيح. ربنا اسمه الايه؟ العدل. العدل.